موجز أخبار السياحة من تحوى إسبريس، أهلا بكم إلى أبرز العناوين. بالحمار التفاف الجالية الجزائرية بالوطن أمر نحسد عليه. أبو ظبي تعلن إلغاء الحجر الصحي للمطعمين القادمين إليها من الخارج. مواد يسمح للمسافرين باصطحابها في رحلات مصر للطيران. وايز آير تطلق برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا لأفراد طاقم الطائرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بالحمار أن الأمر الذي تحسد الجزائر عليها هو التفاف جاليتها القوي والثابت حول وطنها، وهو ما تؤكده باستمرار مختلف الأحداث منذ حرب التحرير المجيدة مرورا بوباء كوفيد-19 ووصولا إلى جريمة الحرائق التي استهدفت عددا من غاباتنا، حيث هبت جاليتنا كالمعتادة في حركة تضامنية مثالية للوقوف جنب إخوانهم داخل الوطن. أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، ويبدأ العمل بها من يوم الأحد المقبل. واعتمدت اللجنة وفقا للإجراءات الجديدة إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة. كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تحديد 5 مواد خطيرة يسمح باصطحابها ضمن أمتعة المسافرين التي تحمل على الطائرة فقط، وذلك أثناء سفرهم على متن الطائرة بالمطارات، حيث تضمنت المواد المسموح بحيازتها أثناء السفر كلا من السجائر الإلكترونية، بطاريات مساعد للحركة ويجب الإفصاح عنها للسلطات مع دخول المطار، الشواحن المتنقلة ويمنع استخدامها على متن الطائرة، مقياس الضغط الجوي باغوميتر ومقياس الضغط الحراري المحمول مع ممثل الأرصاد الجوية أو جهة حكومية، وخامسا الأجهزة الطبية المحمولة مثل جهاز الاستنشاق. كشفت شركة الطيران وايز آير عن انطلاق برنامج تطعيم لجميع أفراد أطقم الطائرة مع تطعيمهم بالكامل في تاريخ 1 ديسمبر 2021، ويأتي هذا الإعلان للشركة التزاما منها بمسؤوليتها المجتمعية في تنفيذ هذه السياسة الجديدة لحماية صحة وسلامة ركابها وطواقمها، فضلا عن دعم العمليات المستمرة لرحلاتها على المدى الطويل، مع العلم أن كامل موظفي وأطقمي الطائرة في وايز آير أبوظبي قد حصلوا على جرعتين من اللقاح، لا سيما بعد أن أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى فعالية اللقاح كأفضل حل متاح للحماية من فيروس كورونا. ختام موجز الأخبار من قناة تحوى إسبريس، دمتم أوفياء في أمان الله، شكراً.